وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السيد والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنقاد، سادة رؤساء المجالس العلمية بالجهة الشرقية، مجلس الناظور والحسيمة وجرادة وبركان، السادة العلماء، السادة المحفظون والمحفظات، سادة الحضور ضيوف هذه الجلسة، أبنائي التلاميذ ومن استفاد من هذه الدورة جميعا، إن هناك سؤالا قد يطرحه الذهن، وهو سؤال وجيه، وهو سؤال عن جدوى إقامة هذه الدورة من حيث الأصل. ما هو المستفاد وما هي العائدة التي تعود على هذه الجهة حينما تحتضن مثل هذه الدورة وتحافظ عليها وترسخها عرفا مستمرا لمدة 17 سنة؟ وهي بداية. إن الجواب عن هذا السؤال الوجيه هو أننا من حيث الأصل نقوم ببعض الواجب نحو القرآن الكريم، والقرآن الكريم له على الناس على المؤمنين به واجبات يجب أن ينهضوا بها. إن الله لما أراد لهذا الكتاب أن يكون محفوظا التزم بذلك، وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذين يحفظون هذا القرآن ينفذون مراد الله من هذا القرآن. هذا القرآن أراده الله باقيا وحاضرا وشاهدا وموجها وحجة ومصدر الاستقاء، سيبقى ذلك ما بقي الوجود. لكن الله يشرف أناسا ذكورا وإناثا بأن يطلعوا بهذه المهمة وأن يحملوا هذا القرآن وأن يبرزوه وأن يكونوا هم شاهد الذي يستشهد به على صحة هذا الالتزام وعلى بقائه. كتاب الله فينا حاضر وباق، وحينما يتحدث به إنسان في المشرق يسمعه إنسان في المغرب ويتجاوب معه أو يصحح له إن أخطأ، ويبقى القرآن دائما هو القاسم المشترك والجامع بين كل أفراد الشعوب الإسلامية. أمتنا ثقافتها الجامعة هي هذا الكتاب نفسه، وهو الذي يوحد الألفاظ والمفاهيم والرؤى. لذلك نحن كما قلت ننهض بهذا العمل ببعض ما يجب علينا نحو القرآن الكريم. ثم إننا نحن في المغرب لا نبتدع شيئا ولا نستحدثه، وإنما عملنا هذا استرسال واستصحاب لشيء قام به المغاربة. المغاربة لهم قصة مع القرآن جميلة. جاء الإسلام إلى المغرب أول ما جاء، ولم يفهم الناس شيئا كثيرا عنه، فوقع الارتداد وارتد المغاربة أول الأمر عن الإسلام 13 مرة، ارتدوا عدة مرات. لكن حينما وصلوا بالقرآن وفهموه عرفوه وأشرقت قلوبهم به، ومنذ ذلك اليوم، منذ ذلك الفتح، والقرآن حاضر لم ينقطع في بوادينا ولا في مدننا ولا في أي تجمع من تجمعات، بل القرآن دائما حاضر في مناسباتنا، في كل أحزاننا، في أفراحنا، القرآن فينا حاضر، ودخل في تضاعيف تقاليدنا. وأحدث المغاربة من أجل الحفاظ على القرآن
مجموعة من التقاليد التي لا يعرفها بعض الناس خارج المغرب، وقد يستعجمها بعضهم، وقد يرى بعضهم أنها شيء محدث، وهي ليست كذلك. فقد أحدث الناس في بلدنا هذا أشياء للتشجيع، فشجعوا من يحفظ القرآن من تلاميذ وأتحفوه، وشجعوا أهل القرآن وكانت لهم حظوة ومنتديات، وكانت لأهل القرآن في جهات المغرب تجمعات يجتمعون في السنة في مناطق، وفي كل منطقة مغربية لهم تقليد. في سوس كان لهم تقليد يسمى أدوال، كان طلاب أهل القرآن يتجولون على القرى ويستقبلون استقبالا حارا ترحيبا بهم. وهكذا كان الأمر في كل مدننا وقرانا من أجل إشعار الإنسان العادي بأن للقرآن شأنا في هذا المغرب. هذا الذي كان موجودا. كان الملوك عبر تاريخ المغرب وفي الدولة العلوية كانوا يرسلون أبناءهم إلى أماكن معروفة في المغرب ليحفظوا القرآن، وكثير من ملوك المغرب كانوا حفاظا للقرآن، وكانت معروفة مشيخة هؤلاء ومدارس هؤلاء في مناطق في بلاد حمر، ومن كانت تستقبل بعض الأمراء، وبعض الأمراء وبعض الملوك كانوا يسهمون في محاضرات كثيرة لأنهم كانوا متصلين بالقرآن، بل إن بعضهم جاء من المشرق وبعض كبار العلماء جاء إلى المغرب وحضر درسا ألقاه مولاي سليمان في فاس، وعجب كيف يكون هذا المولى صاحب كل هذا العلم، ومولاي سليمان من العلماء، مولاي سليمان مولاي عبد الحفيظ من العلماء ولهم كتب في العلم وفي قراءة القرآن وكيف يجب أن يكون التدريس والتعليم. إذن نحن لا نأتي بشيء خارج سيرورة هذا الوطن، هذا شيء كان عندنا حاضرا، إنما نحن نستبقيه. الشعوب المتحضرة هي التي لا تضيع التقاليد الجميلة وتحافظ عليها وتستمر. الشعوب التي يحتقر أولها آخرها أولها ويستهين بتلك الممارسات شعوب غير متحضرة، وهي معرضة للتآكل ومعرضة كذلك لأن تغزى بتقاليد أخرى. نحن أيضا نعلم هذه الناشئة القرآن الكريم، يساعد المدرسة، ومدرسة المغربية في حاجة إلى أن تطوع الألسنة وتدرب. كم يحفظ تلميذ واحد وهو يحفظ القرآن من كلمات العربية الجميلة، ورصيده ومعجمه أضخم بالتأكيد ممن لا يحفظ القرآن. ثم نحن مع ذلك وفوق ذلك نصل هذه الناشئة بمصدر الاستقاء، بمصدر القيم. ونحن الآن أيها السادة نشعر جميعا أننا أصبحنا نشعر بخطورة تردي القيم، نشعر بها، وكثير من الناس يصفون الداء ولا يصفون العلاج، يقفون عند تشخيص الداء حينما يقع ما يقع من هجوم مجموعة من الشباب على فتاة مريضة مرضا عقليا، فمعنى ذلك أن خللا كبيرا وقع. الإنسان المغربي كان يحترم المرأة كما كانت، وحينما يكون الإنسان مريضا عقليا المغاربة لم يكونوا يكتفون بالعطف عليه، بل إن كثيرا منهم كانوا يتصورونه إنسانا له قبول، وكانوا في بعض المرات يسمونه مجذوبا، والمجذوب مجذوب لحضرة الله. هذا قد يكون وقد لا يكون، ولكن الناس كانوا يحترمون. حينما يأتي هذا الجيل الذي يعتدي على فتاة مريضة ضعيفة معنى أن هنالك خلل تربوي وقع يجب تصحيحه، وتصحيحه الأساس يجب أن يكون بالقرآن الكريم، لأنه هو مصدر القيم، وهو الذي يعلم الناس هذه القيم حتى لا يعبث بها الناس
يجب أن تبقى رهينا بالعطاء القرآني لتبقى الأمة مستمرة. ثم نحن أيها الإخوة والأخوات أخيرا نهيئ أيضا هذه الناشئة ونعرفها بالتطورات الكبيرة التي وقعت في المغرب. المغرب وقعت فيه تطورات، مع الأسف الشديد إن الذين يتحدثون عن هذه التطورات قلة، ولكن الذين يبحثون عن الجوانب المظلمة المعتمة قد يكونون أطغى وأكثر. ونحن نقول إن من أفضل ما أنجز في المغرب إنجازا حقيقيا ومهما هو اعتماد التعليم العتيق. التعليم العتيق أيها السادة تعليم رائد راق. التعليم العتيق الذي يبدأ بالقرآن ويمر بالعلوم الشرعية ثم يمر بالعلوم العصرية وباللغات يؤهل الناشئ تأهيلا كبيرا، ويخرج المتخرج حاملا لشهادة معترف بها للليسانس، ويصل إلى شهادة الدكتوراه. ثم هؤلاء الخريجون ولله الحمد أصبحوا سندا للمغرب. المغرب حينما يتحدث الآن عن النموذج المغربي في التدين، والمغرب حينما يقدم هذا النموذج للعالم، تعرفون أن النموذج المغربي قدم في الأمم المتحدة أن هنالك تدين مغربي. من يقوم بهذا التدين المغربي؟ من هم أقطابه؟ من ما هي أعمدته؟ من هم رجاله؟ من هم نساؤه؟ هم هؤلاء الذين يتابعون في التعليم العتيق. التعليم العتيق وخريجو التعليم العتيق أصبحوا مطلوبين، أصبحوا هم الذين يجلون ويمثلون الثروة المعنوية اللامادية للمغرب. والآن هم مطلوبون شرقا وغربا. الذين يبتدئون من القرآن هنا منكم، وقد بدأ أناس من هذا المنطلق، هم الآن ولله الحمد كثير منهم الآن أساتذة وموظفون وقضاة، وفيهم وهم حاضرون في كل تضاعيف الحياة المغربية. إذن فهذه بداية، نحن نبدأ ثم الآخرون معنا يتمون. هذا جزء مما يقوم به هذا المشروع الذي له وجود ولله الحمد على جهة الشرق كله، ابتداء من الجنوب إلى أقصى الشمال. هناك اهتمام من المجالس العلمية بهذا، وهي تعتبر، وأنا أقول هذا، أفضل ما تقوم به أن تبدأ مع الأطفال، مع الناشئة. أما الحديث الكثير فما أكثر من يحسن الحديث ولا يحسن الفعل. إننا حينما نفعل هذا نؤسس الإنسان المسلم، الإنسان المتخلق، الإنسان الذي يعول عليه في أن يستمر المغرب متحضرا ومعتزا بتدينه، وغير مهلهل وغير قابل للاختراق لا من الشمال ولا من الجنوب ولا من الشرق ولا من الغرب. يبقى الإنسان العالم عندنا عالما، يعرف ما يفعل ويدافع عن منهجه وعن نموذجه، وليس من السهولة استلابه أو استدراجه أو العبث به. إذن هذا هو ما وددت ذكره، ونحن نتحدث في هذه جميعا ونلتقي في جميعا في هذه الجلسة التي نكرم فيها أبناءنا، نكرم فيها بناتنا، ونشد بقوة على أيدي المحفظين والمحفظات. هؤلاء جنود، هؤلاء جنود هذا القرآن، ورجال القرآن ونساؤه، والمضحون الذين يعطون الكثير، والحمد لله إن نتائجهم ظاهرة وباهرة. ونسأل الله سبحانه وتعالى المزيد، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.